تقدم مجلس إدارة نادي الفيصلي الأردني برئاسة الشيخ سلطان ماجد العدوان بالشكر لرجل الأعمال فارس البرقاوي لتقديمه مبلغ 25 ألف دولار مكافأة للفريق بعد الفوز على الأهلي بهدفين لهدف والتأهل للمباراة النهائية في البطولة العربية. كما قررت إدارة النادي الأردني استدعاء المدافع عمار أبو عليقة لحضور نهائي البطولة، علما بأنه لا يحق له المشاركة في هذه المباراة.